من جانبه بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى بدبولي برقية تهنئة للرئيس السيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بمناسبة حلول الذكرى 71 لثورة يوليو المجيدة. وتقدم رئيس الوزراء بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس السيسي بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا أنها ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. ودعا رئيس الوزراء المولى عز وجل أن يحقق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي بفضل جهود الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة في كل بقعة من بقاع أرضنا الغالية.